صبحك الله بالخير بعد قلبي. شلونك يا عمر؟ شلون صحة؟ الحمد لله. وأخيرا شفتك؟ الحمد لله. تحقق الحلم؟ يا رب إن شاء الله يعافيك. يخليك لي يا رب. الحمد لله. أقول الحمد لله. الحمد لله. اللي أبقاك وهو اللي يقدر يحميك في كل شيء. يحميك ويخليك لي يا رب بطولي بعمرك يا الغالي. حبيبي. يبا هذه شهادة وشاح الكويت العمل الإنساني اللي لبسوني إياه. أنا حبيت أهدي لك إياها. قائد الإنسانية وبنتك سفير عمل الإنساني شباب الوطن العربي. يا بعد عمرك. هذا يخليك لي الغالي حبيبي. آمين. يخليك لنا. خلي أمل في الله. أمل بالله كبير. ابتسامتي امتدتها منك صدقني. الله يحفظك يا عمري. وهذا كتاب سويته ويكون الرعب الكامل لأطفال السرطان المنكوبين اللي ما يقدرون يتعالجون. لأن احنا عيال خير وأبونا أبو خير. يعني إنسان خلق بمشيئة الله. أكيد. يوم يصحى يعجز. أيه. كل شيء، لكن هذا هو أمر الله. أمر الله. أنا شايفة إنه لا تيأس من رحمة الله. ما يأس، الحمد لله. أنا شايفة إنها نعمة. تم ساعة أقول حق الشيخ إنه حسيت إن هذا الله سبحانه وتعالى أكرمني بهذا المرض، لألتفت لأطفال السرطان اللي محتاجين إن إحنا نوقف معهم. فالحمد لله من فضل ربي. يمكن تفضلوا السادة قالوا لك إن سويت أول موقع للتبرع بالخلايا الجذعية لأطفال سرطان العالم مجانا. أي طفل مريض من كل أنحاء العالم الموقع يتكفل إنه ياخذ الشخص المتبرع يودي حق الطفل وين ما كان، فيدخله بالمستشفى ويتكفل إقامته يومين أو 3 أيام على حساب الموقع، وهو موثق من الصحة العالمية. والحمد لله إن قدرت إني أنا أخذ عليه براءة اختراع، وإنه ما حد يقدر يشتري ويسوي تجاري أو مشروع تجاري لمدة 100 سنة لقدام. في حال أنا موجودة في الدنيا أو أكيد مو موجودة لأمية سنة قدام، يتم مخلد لكنه مجاني. يعني ما حبيت أن يتاجرون بالأطفال أكثر، لأنه كان في نوع من يعني من التجارة بالعلاج، لكن الحين الحمد لله باسم كويتي ارتفع الحمد لله. فصار أول موقع عربي عالمي للتبرع المجاني. أنا سميته باسم الكويت للأمانة، لأن سفارة الكويت في بريطانيا وقفوا معي وما قصروا، ولأن صوتك موجود ولأن ابتسامتك هي اللي أنا أستمد منها صراحة طاقتي. غير أن أدري أن أبوي يحب الإيجابية، أنا إنسانة وايد أحب الإيجابية. لما ابتسمت حق المرض قدرت أني أوقف على حيلي، معنا قالوا لازم ويلتشير وما تنفسين عدل وايد أمور، لكن كان إياي أنا بسيارتي وداشت لك على ريلي لأن الأمل بقلبي، لأني حاسة أن في رسالة لازم أنا أوصلها اللي هي صوت الإنسان، ان الكويتي يقدر. احنا قدرنا بكل الحالات، قدرنا نوقف عريلنا بكل الحالات. فمع المرض انا تخيلت ان المرض هذا استعمار وانا الدولة ووقفت بويها وقدرت عليه. الجيش اللي داخلي هو ايجابيتي، ابتسامتي هي الجيش اللي داخلي، وقفت بويها. ايماني قوي بالله سبحانه وتعالى. كنت حاسة اني راح اوصل حق مكان، بالفعل وصلت. حلمي من انا طفلة ان انا اوقف بمجلس الامة اقول كلمة وبعدين أشوف حضرتك. سبحانك يا ربي، وصلت مجلس الأمة واستقبلوني وسووا لي استقبال في قصر دسمان، واليوم أنا عندك. يعني بحضن أبوي، يعني ما أدري شنو أقول أكثر غير أن الله سبحانه وتعالى أكرمني. أبوي أي والله أبوي. يرجع لك صحتك. آمين يا الغالي ويخليك لي. لا تيأسي أبدا. والله لا تيأسي. ما يأس يبا كلش ولا راح يأس. ومن بعد هالشوفة بس أحس جرعة أمل وإيجابية. الله يخليك لي الغالي. من بعد لقائي بسيدي صاحب السمو بابا صباح، أحب أقول لبابا لأن من دخلت عنده ويالي إحساس غريب، هو تحقيق حلم الطفولة إيه، لكن في حنية في أمان. لما مسك إيدي قاعد أسلم عليه مسكها حيل، وكان قاعد يحسس إنه ما يبي يوخر منها، يبي يعطيني هذاك الانطباع اللي يمسح مني الخوف، إن أبوك موجود، قولي اللي تبينه، أنا فخور فيك، أخاف عليك من كل شيء، أحميك من كل شيء. نفس إحساس الأبو بالضبط. ما حسيت إن
رئيس دولة وأنا قاعدة مع رئيس دولة. حسيت أني قاعدة في بيتي، حسيت أني بحضنة. سبحانك يا رب، ما أدري والله، مهما أقول ما أعرف أوصلنا. توني طالعة أحس إحساسي قاعد يرجف، بس أتمنى من ربي أن يطول بعمره ويديم لنا الابتسامة اللي أنا أستبد منها طاقتي الإيجابية مع مرضي. الكل يقول شلون أنت واقفة على حيلك، شلون قاعدة تسوين كل هذا؟ بالأمل والإيجابية أكيد امتديته من الله سبحانه وتعالى، من ثم سمو الأمير بابا صباح عسى الله يحفظه ويطول بعمره. ما أبي منه إلا أن يعطينا هذا الكرم الدائم، بأن إحنا نوقف على حيلنا دائما مثل ما سوى معي، يسوي مع كل الشباب الكويتي. أكيد قلبه مفتوح وبابه مفتوح، ما شفت صعوبة أني أنا ألتقي فيه. أبي منه يستقبل الكل، لأن بالكويتيين طاقات شابة جبارة للحينها ما انشافت. أتمنى تطلع علشان ترجع الكويت دانة الدنيا.